أيها المسلمون، سلام على عبادة العظيم وأخذ لأركان الدين وعمود الإسلام وقرة عين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. إنها الصلاة التي أمر الله في إمامتها. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أيها المسلمون، الدنيا سجن المؤمن يجر بها بالبيت أبيانا، فإذا دخل الصلاة وجد قرة عين ونعيم الروح وجنة قلب ومصطلحه من الدنيا وعنائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليوا إلى قرة عين الصلاة. فالله بالصلاة وهي حياتنا ونجاتنا وسعادتنا ونورنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة